مرحبا، اسمي سوزان. يجب عليك التصويت إذا استلمت رزمة الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية المحلية. ستحتوي رزمة الاقتراع على ما يلي: ورقة الاقتراع، رسائل من المرشحين الذين يريدون أن تصوت لهم، تعليمات حول كيفية الإدلاء بصوتك، ظرف ورقة الاقتراع، ظرف معد للرد مدفوع رسومها البريدية. يجب عليك إرسال ورقة الاقتراع المكتملة قبل الساعة 6 من مساء يوم الجمعة 25 تشرين الأول أكتوبر. للمزيد من المعلومات حول كيفية التصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني vec.vic.gov.au. للتحدث مع مترجم فوري يرجى الاتصال على الرقم 03920901000.